السلام عليكم واهلا بكم. هنكمل منهج العلوم للصف السادس الابتدائي تحت رعايه واشراف وزاره التربيه والتعليم. المره اللي فاتت كنا بدانا في الدرس الثاني للوحده الثانيه اللي بيتكلم عن اخطار الطاقه الكهربائيه وكيفيه التعامل معها. خدنا الفرق ما بين المواد جيده التوصيل للكهرباء ومواد رديئه التوصيل للكهرباء، وخدنا الفرق ما بينهم والامثله على كل واحد منهم. النهارده ان شاء الله نكمل الدرس الثاني بيتكلم عن اخطار الطاقه الكهربائيه او اخطار الكهرباء وكيفيه التعامل معها. مبدئيا كده بيقول لي اخطار الكهرباء وكيفيه التعامل معها، ده كان الجزء الثاني عندي من الدرس الثاني. ايه هي نوع الاخطار الناتجه عن الكهرباء؟ بيقول لي ان انا عندي نوعين من الاخطار الناتجه عن الكهرباء. ايه هما؟ اول حاجه اسمها الاصابات المباشره، والنوع الثاني الاصابات الغير مباشره. يعني انا ممكن اتصاب من الكهرباء بشكل دايركت بشكل مباشر، وممكن اتصاب من الكهرباء بشكل غير مباشر. طب ايه الفرق ما بينهم؟ اول حاجه بالنسبه للاصابات المباشره، بيقول ان الاصابات المباشره بتكون سبب مباشر عن الكهرباء. يعني ايه؟ يعني ممكن يحصل حريق مباشر بسبب الكهرباء، او ان انا امسك مثلا سلك غير معزول، ده هيسبب لي كهرباء او صدمه كهربائيه، وكده انا هتصاب من الكهرباء بشكل مباشر، او ان انا يحصل لي حروق بسبب اي جهاز كهربائي. اما الاصابات الغير مباشره فهو بيتكلم عن اصابات كان سببها الكهرباء ولكن مش هي سبب الاصابه. يعني ايه؟ يعني مثلا انا كنت واقفه على سلم بصلح اباجور، بصلح نجفه او بصلح اي لمبه عاليه، فاتكهربت فوقعت من على السلم، رجلي اتكسرت. يبقى انا كده رجلي اتكسرت بسبب ان انا وقعت من على السلم، مش الاصابه بتاعتي بسبب الكهرباء. يبقى انا كده اتصبت من الكهرباء بشكل غير مباشر، يبقى دي اصابه كهربائيه بس اسمها اصابات غير مباشره. يبقى تاني، ايه هي انواع الاخطار الناتجه من سوء التعامل مع الكهرباء؟ نوعين، اول حاجه الاصابات المباشره، وهي الاصابات التي تكون الكهرباء سببا مباشرا في حدوثها، زي ايه؟ زي الحرق الناتج عن الكهرباء او الصدمه الكهربائيه، معناها ان انا يحصل لي تشوك او ان انا اتكهرب دايركت من الكهرباء، او حدوث حرائق ناتجة عن الكهرباء. دي كده اول نوع اللي هي الاصابات المباشرة. اما النوع الثاني الاصابات الغير مباشرة، معناها الاصابات التي تؤدي اليها الكهرباء ولا تكون سببا مباشرا في حدوثها. يعني انا حصل لي اصابة بس الكهرباء سبب غير مباشر، زي ايه؟ زي السقوط من فوق السلم اثناء التعامل مع الادوات الكهربية، والذي يؤدي الى العديد من الاصابات. طيب نبدا بقى بالاصابات المباشره بسبب الكهرباء. اول حاجه عندي احنا قلنا ان هم ثلاث انواع، حرائق او صدمه، حرائق ناتجه عن الكهرباء او صدمه كهربائيه او حروق الجسم. ثلاث انواع. اول نوع الحرائق الناتجه عن الكهرباء. يعني ايه حرائق ناتجه عن الكهرباء؟ يعني انا حصل لي في البيت حريق، والحريق ده سببه كان الكهرباء، يعني مش بسبب البوتاجاز مثلا، لا ده بسبب حصل قفله كهربائيه، ده بسميه حرائق ناتجه عن الكهرباء. ايه هو الحرائق الناتجه عن الكهرباء؟ هي احد الاخطار او احد اخطار الكهرباء والتي تحدث نتيجه زياده درجه حراره الاجهزه الكهربائيه. يعني ايه؟ يعني انا كان عندي جهاز شغال بالطاقه الكهربائيه عادي مواصل بفيشه، ودرجه حرارته زادت جدا عن درجه معينه، فسبب ان الجهاز ده اتحرق وولع في الدنيا حواليها. يعني ده معناها ان حصل الحريق دوت بسبب جهاز شغال بالكهرباء، يبقى ده حريق سببه طاقة كهربية أو سبب الكهرباء. إيه هي الأسباب؟ أول حاجة إن أنا وضع جهاز كهربي يولد حرارة زي مكوى أو دفاية أو أباجورة أو سخان كهربي، كل دي أجهزة بتحول الطاقة الكهربائية لطاقة حرارية. يعني سواء المكوى أو الدفاية أو أباجورة، لأن الأباجورة اللمبة بتاعتها بتسخن، فبرضو ناتج عنها إضاءة أو طاقة ضوئية، وبرضو ناتج عنها حرارة. او السخان الكهربي ان هو يكون الحاجات دي قريبه من اي مفروشات او اي مواد قابله للاشتعال. ايه المواد القابله للاشتعال؟ مفروشات، سجاد، ستائر، ملابس، كل ده طبعا اي حاجه درجه حرارتها هتزيد وهتولع. لو شبكت في سجاده او بطانيه او هدوم، طبعا الحاجات دي قابله للاشتعال، فهتولع والحريق هيزيد بسبب المواد دي، لان المواد دي قابله للاشتعال، بيلقط فيها يعني النار. يبقى انا المفروض المكوى لما اكون بستعملها اكون واخده بالي جدا ان هي ما تكونش قريبه مثلا من البطانيه، ما اسيبهاش لحد ما تولع في البطانيه، او اكون قريبه من ستاره. نفس الكلام السخان الكهربي ما يكونش حواليه فيه ستاير، لان ما يزودش طبعا طاقه الحراره بتاعه السخان، لو زادت ممكن يولع ويلقط في اي حاجه حواليه.
يبقى ده اول سبب عندي ان يكون اي جهاز بيولد طاقه حراريه من الكهرباء يكون قريب من مواد قابله للاشتعال، ده احد اسباب الحرائق الناتجه عن الكهرباء. تاني سبب زياده التحميل الكهربي عن طريق تشغيل اكثر من جهاز عبر قابس او فيشه واحده، بمعنى يعني انا عندي مشترك السعه بتاعته مثلا اربع فيش، بيشيل اربع فيش، مش لازم استخدم الاربع فيش، يعني كفايه اتنين او بالكتير قوي يوم ما اكتر عليه بيكون تلاته، انما ازود اكتر من كده اللود على نفس المشترك فانا كده بحمل، يعني كده بعمل اوفر لود على المشترك ده، فالضغط هيزيد فممكن يسيح ويتحرق او يعني يعمل لي حريقه ناتجه عن الكهرباء. يبقى انا احد اسباب الحرائق الناتجه عن الكهرباء ان انا ازود التحميل الكهربي على فيشه واحده، او يكون عندي فيشه في الكهرباء يعني تسمح بفيشه واحده وانا اجيب لها مشترك وادخل فيه اكتر من فيشه، كده انا بعمل اوفر لود او بحمل تحميل زياده على نفس الفيشه، فده سبب من اسباب الحرائق الناتجه عن الكهرباء. طيب السبب الثالث عدم فصل التيار الكهربي عن الاجهزه الكهربيه التي تولد حراره بعد استخدامها. يعني انا دلوقتي كويت الهدوم بالمكوى وسبت المكوى بقى شغاله، طبعا المكوى تفضل عماله سخنه ممكن ايه تسيح، او هي لان الايد بتاعه المكوى من فوق المقبض بتاعها بيكون بلاستيك، طبعا زادت درجه الحراره ده عن ساعه معينه ممكن البلاستيك اللي حوالين المكوى ده او القابض يحصل له انصهار، وده طبعا يبقى احد اسباب الحرائق. يبقى التلات اسباب بتوعي اسباب الحرائق الناتجه عن الكهرباء اللي هو وضع جهاز كهربي يولد حراره بالقرب من مواد قابله للاشتعال، او زياده التحميل عن طريق تشغيل اكتر من فيشه او طريق تشغيل اكتر من جهاز على فيشه واحده، بستخدم على الفيشه الواحده اوفرلود. ثالث حاجه عدم فصل التيار الكهربي عن الاجهزه الكهربيه التي تولد حراره بعد استخدامها. طب الحرائق الناتجه عن الكهرباء بيقول لي علل سؤال عليها، لا توضع المدفأة ملاصقة للمفروشات والسجاد، ليه ما ينفعش ان انا احط دفاية قريبة من المفروشات او السجاد؟ لان الدفاية دي من الاجهزة اللي بتولد حرارة، بتحول الطاقة الكهربائية لطاقة حرارية، والمفروشات والسجاد دي مواد قابلة للاشتعال، فما ينفعش ان انا احط الدفاية قريبة من المفروشات او السجاد حتى لا تشتعل المفروشات او السجاد وتحدث حرائق. طيب احنا المره اللي فاتت قلنا ان الميه من المواد جيده التوصيل للكهرباء، ليه؟ قلنا الميه فيها معادن او فيها املاح زائبه، والاملاح الزائبه دي بتساعد على توصيل الكهرباء، فما ينفعش ان انا استخدم الميه في تطفيء حرائق الكهرباء، ينفع استخدمها في تطفيء حريق عادي او حريق ناتج عن مثلا ولعت الكبريت فنتج نار او كده ينفع اطفيه بالميه، ولكن ما ينفعش ان انا اطفي حريق الكهرباء بالميه. طب ليه؟ قال لي لان الماء غير النقي من المواد السائله جيده التوصيل للكهرباء، فانا لو استخدمت ميه عشان اطفي حريق ناتج عن الكهرباء فانا كده بزود الايه، بزود الخطر، انا كده بزود خطر الكهرباء وممكن اسبب اصابه كهرباء لكل الناس الموجوده. يبقى يوصى عدم استخدام الماء لاطفاء الحرائق الناتجه عن الكهرباء. طيب الحرائق الناتجه عن الكهرباء مفروض اطفيها ازاي؟ باستخدام الرمل او باستخدام طفايات الحريق اللي بتكون معباه بغاز ثاني اكسيد الكربون، تمام؟ تاني نوع من الاصابات المباشره بالكهرباء هي الصدمه الكهربائيه. احنا قلنا ان الاصابات المباشره هم تلات انواع، اما حرائق او صدمه كهربائيه او حرائق للجسم. طيب احنا خلصنا الحرائق، تاني حاجه عندي الصدمه الكهربائيه. يعني ايه صدمه كهربائيه؟ الصدمة الكهربية معناها ان التيار الكهربي يعني كهرب بني ادم او صاب شخص، معنى ان هو صاب شخص يعني التيار الكهربي ده مر على جسم انسان. يبقى الصدمة الكهربية هي احد اخطار الكهرباء التي تحدث نتيجة مرور التيار الكهربي داخل جسم الانسان. اكيد طبعا حد فينا حصل له ان هو لمس اي سلك قبل كده وحصل له كهرباء، فالاحساس بالكهرباء ده هو الصدمة الكهربية. طيب الصدمة الكهربية ايه اسبابها؟ اول اسباب حدوث الصدمة الكهربية ان انت جسمك تكون لامس سلك غير معزول وجسمك الطرف الاخر لمس الارض، يعني انا واقفة على البلاط مثلا وبركب فيشة الشاحن والشاحن فيه لمست اي سلك غير معزول مكشوف، لمسته بايدي وانا بركب الشاحن او بركب اي فيشة فهتكهرب وانا طبعا واقفة على البلاط،
او واقفه على ايه حاجه غير معزوله. تاني سبب عندي عندما تكون ملامسا سلك غير معزول يمر به تيار وايه وملامسه لمواد موصله الكهرباء على الارض، يعني مش واقفه بس على البلاط، لا ده انا مثلا واقفه على كرسي حديد. طبعا احنا عارفين ان الحديد ده ماده من المواد جيده التوصيل للكهرباء، فانا كده بعمل دايره مقفوله كامله، يعني انا جسمي فيه ميه 70% من جسمي ميه، فانا لمست الكهرباء وواقفه على كرسي حديد جيد التوصيل للكهرباء وهو على الارض، فانا كده لازم يحصل لي صدمه كهربائيه، يبقى ده السبب الثاني لحدوث الصدمه الكهربائيه. السبب الثالث عندما تكون ملامسا لسلكين غير معزولين متصلين بمصدر كهربي، ان انا المس بقى سلكين غير معزولين، اذا كان سلك واحد اكيد هيسبب لي صدمه كهربائيه، يبقى اكيد سلكين هيسببوا لي صدمه كهربائيه. يبقى يعني ايه صدمه كهربائيه؟ هي احد اخطار الكهرباء وبتحصل امتى؟ عند مرور التيار الكهربي داخل جسم الانسان، فطبيعي هيتكهرب، يتكهرب دي يعني صدمه كهربائيه. وكانت الاسباب بتاعته ملخصها ان انا بلمس سلك غير معزول او سلك مكشوف. طيب الصدمه الكهربائيه تتوقف قوة الصدمة الكهربية والأضرار الناتجة عنها عن عاملين، يعني أنا دلوقتي لو اتكهربت إيه الفرق بين ما أنا بتكهرب مثلا من فيشة غسالة من فيشة شاحن؟ شاحن طبعا بيكون شدة التيار الكهربي بتاعته ضعيفة، يعني سلك الشاحن مش زي سلك غسالة، فأكيد هيتأثر جدا بشدة التيار. يبقى شدة التيار اللي هتصيبني أو الصدمة الكهربائية اللي هتحصل لي بسبب التيار بتتأثر بحاجتين، بشدة التيار والوقت اللي انا اتعرضت فيه للصدمه. يعني مثلا فضلت لمسه السلك المكشوف ده نص ثانيه غير لما افضل لمسه السلك المكشوف مثلا 4-5 ثواني، اكيد لما 4-5 ثواني اكيد هتاثر الكهرباء هتصيبني اكتر. يبقى قوه الصدمه بتتاثر بحاجتين، اول حاجه شده التيار، تاني حاجه زمن مرور التيار الكهربي بالجسم. طبعا كلما زادت شدة التيار كل ما كانت قوة الصدمة وضررها بيكون أكبر، وكل ما كان الوقت اللي مر فيه التيار الكهربي بجسمي كان كبير برضو قوة الصدمة وشدتها هتكون أكبر والضرر اللي أنا هتعرض ليه هيكون أكبر. وفي بعض الأحيان طبعا لا قدر الله أن ممكن التيار الكهربي ده يسبب الوفاة. طيب تعالوا نشوف الأسئلة دي مع بعض. ماذا يحدث عند ادخال جسم معدني في القابس؟ ان انا ادخل جسم معدني او ادخل مسمار يعني في الفيشه. طبعا المسمار دوت جسم معدني حديد، ده بيكون ماده جيده التوصيل الكهرباء، فاكيد لو دخلتها في الفيشه ايه اللي هيحصل؟ هيتعرض الشخص لصدمه كهربائيه. تمام، بيقول لي ان مرور المعنى ان الجسم اتعرض لصدمه كهربائيه يعني الجسم ده مر فيه تيار كهربي. تمام، ثالث نوع من الإصابات المباشرة من التيار الكهربي إن يحصل حروق للجسم. إيه هي الحروق الجسم الناتجة عن الكهرباء؟ يعني إيه حرق مختلف عن الصدمة الكهربية؟ آه مختلف. ليه؟ الصدمة الكهربية معناها إن التيار مر على جسمي فسبب لي الشوك أو اللي أنا اتكهربت. طب إيه هو الحرق؟ الحرق إن أنا أصاب من المكوى مباشرة، كده أنا اتصبت من المكوى، المكوى حرقتني، ده كده حرق ناتج عن الكهرباء، لأن المكوى تعتبر ماكينة أو آلة بتحول الطاقة الكهربية لطاقة حرارية، فأنا لما أتصاب من الطاقة الحرارية الناتجة عن المكوى يبقى ده حريق ناتج عن الكهرباء. يبقى الحروق الناتجة عن الكهرباء هي أحد أخطار الكهرباء والتي تسبب تلفاً وتدميراً في أنسجة وخلايا الجسم. طب إيه أسباب حروق الجسم الناتجة عن الكهرباء؟ أول حاجة ملامسة أحد أجزاء الجسم بشكل مباشر لمصدر تيار كهربي فيحدث له صدمة بيؤدي لحروق الجسم، يعني بعض أنواع الصدمة الكهربية ممكن تسبب لي حرق، يعني لو تيار شديد قوي ممكن في بعض الأحيان يكون سببه حرق، أو إن أنا ملامسة النار أو الشرارة المتسببة في حدوث حريق لأحد أجزاء الجسم، يعني مثلا حصل عندي حريق بسبب الكهرباء وانا قربت من النار الناتجه عن الحريق بسبب الكهرباء فطبيعي هتصاب من النار دي، فالاصابه من النار الناتجه عن حريق الكهرباء تسمى حروق الجسم الناتجه عن الكهرباء، او ملامسه جهاز كهربي يولد حراره زي المدفأه والمكواه والسخان بشكل مباشر باحد اجزاء الجسم مما يؤدي الى حرقا. يبقى دي ثلاث انواع الاصابات المباشره بالكهرباء. ايه هم تاني؟ نقول عليهم الحرائق الناتجة عن الكهرباء،
أو الصدمة الكهربية أو الحروق، إن أنا يحصل لي حرق لجسمي ناتج عن الطاقة الكهربية أو الكهرباء. طيب إزاي أتفادى أخطاء الكهرباء؟ تعالوا نشوف مع بعض. بعد ما اتكلمنا عن أخطار الكهرباء، تعالوا نتكلم عن احتياطات التعامل مع الكهرباء. بصوا، بيقول لي إيه هي الاحتياطات للتعامل مع الكهرباء؟ أول حاجة، لكي يستطيع الإنسان الحفاظ على حياته فيجب التعامل مع الكهرباء بحرص شديد، فيجب علينا اتباع الآتي. أول حاجة، عدم وضع عدة وصلات في المصدر الكهربي بالحائط. يعني لما يكون عندي فيشة كهربائية ليها مكان، يعني مسموح لي ان انا ادخل فيشة واحدة واستخدمته مشترك، يبقى ماكسيموم هحط 2، ما استخدمش اكتر من فيشة 3 أو 4، وكده يبقى انا بسبب اوفرلود على الفيشة دي او القابس ده، فممكن اسبب حرائق. يبقى اول حاجة عدم وضع عدة وصلات في المصدر الكهربي بالحائط. تاني حاجة، عدم ادخال جسم معدني في القابس او في الفيشة، مثل المسمار او مفك غير معزول او سلك معدني. طبعا والاطفال الصغيرين هم بيعملوا كده، ان هم حد بيجرب لقى مكان فمسمار او حاجه عمال يحطه في الفيشه، فكل ده طبعا من الاسباب الخطيره جدا للتعامل مع الكهرباء، فالمفروض اتجنب ده. يبقى عدم وضع او عدم ادخال جسم معدني في الفيشه زي المسمار او مفك او مفك غير معزول او سلك معدني. ثالث حاجه، وضع قطع بلاستيكيه او قطع بلاستيك في القابس لعدم ادخال اي جسم فيه. طبعا عارفين شكل الشكل اللي قدامنا ده، دي بتكون فيشه كده، هي بتكون يعني قطعه بلاستيك كده بيكون فيها مكان كلها بلاستيكات، فبدخلها في الفيشه عشان لو حد لو عندنا اطفال صغيره ما حدش يعني يحاول يلعب في الكهرباء. دي بتكون قطعه بلاستيكيه بتخش في القابس او بحطها في القابس للحفاظ على حياه الاطفال، او عشان اتجنب ان اي طفل يلعب في الحاجات دي في الكهرباء. وكمان المفروض ان انا عدم لمس الادوات الكهربيه الموصله بالكهرباء والايدي مبلله، يعني ما تكونش ايدي مبلوله واروح ادوس على فيشه اشغل النور او ان انا افتح زرار التكييف او العب في اي حاجه فيها كهرباء وانا ايدي مبلله، لان طبعا الايد ونقطه ميه مني لو دخلت خلال الكهرباء فانا كده هتكهرب وممكن اسبب حريق. يبقى لما يكون ايدي مبلوله ابعد تماما عن اي مصدر تيار كهربي او عن اي جهاز بيشتغل بالطاقه الكهربائيه. وعدم طرق جهاز كهربي او سخان موصلا بالتيار الكهربي اثناء الاستحمام. يعني في بعض الاحيان بيكون السخان موجود جوه الحمام، المفروض ان بيكون بعيد شويه عن الدش او بعيد عن الميه، فعشان ما يحصلش اي حريق بسبب الميه. وكمان المفروض ان انا ابعد السخان عن او افصل الفيشه بتاعته اثناء الاستحمام عشان اتجنب اي مشكله او اي حريق بسبب الكهرباء. وعدم العبس بالوصلات الكهربيه، طبعا مفيش مجال ان انا العب بفيش الكهرباء او ان انا العب بالمشتركات والكلام ده. وعدم محاوله اصلاح او صيانه او تنظيف اي اله كهربيه وهي موصله بالتيار الكهربي، يعني ما اروحش للكمبيوتر بتاعي او اللابتوب واحاول ان انا انظفه وهو متوصل بالتيار الكهربي، او ان انا مثلا انظف التلفزيون وهو متوصل بالفيشه بتاعته، لان انا كده بسبب خطر او ان انا ممكن اعمل حريق ناتج عن الكهرباء. عدم ترك الاسلاك مكشوفه وغير معزوله. طبعا الاسلاك اللي بالمنظر ده المفروض ان بيبقى ملفوف عليها قطعه بلاستيكيه، واللي احنا بنقول عليه شيكرتون، فالشيكرتون دوت انا بحافظ او بمنع وصول اي تيار كهربي يطلع بره السلك ده. هو في الطبيعي ان بتبقى الاسلاك من جوه مصنوعه من الالومنيوم او النحاس، ومن بره مغطاه بطبقه بلاستيكيه عازله عشان امنع مرور التيار الكهربي ان هو يعدي من الاسلاك النحاس دي لبره كده، لبره اي سلك دوت، فبيبقى مغطى بماده بلاستيكيه. فلما يكون في سلك كده بدا يتكشف عندنا في البيت فاحنا بنغطيه بطبقه بلاستيكيه. تاني حاجه، عدم وضع الاسلاك ملقاه على الارض حتى لا يعثر بها اي شخص عند السير، وعدم وضعها اسفل السجاد. يعني انا لو عندي وصله سلك في البيت، طبعا هي محل اي حد رايح جاي فممكن يتكعبل فيها يسبب اي قفله كهربائيه، او ان انا احطها تحت السجاد، فوجودها تحت السجاد هيخلي درجه حرارتها تزيد وممكن يسبب لي برده قفله كهربائيه. واخر حاجه، فصل الاجهزه الكهربائيه بالمنزل عند انقطاع التيار الكهربي. يعني لما يكون النور عندي قطع، المفروض ان انا اتعامل مع الاجهزه الكهربائيه بحرص، ان انا مثلا ابدا افصل التلفزيونات، افصل التكييف، افصل الثلاجه، الحاجات اللي ممكن تتاثر لو رجع النور قوي او يخلي الاجهزه دي تتحرق.
يبقى المفروض ان انا افصل الاجهزه الكهربيه بالمنزل عند انقطاع التيار الكهربي. وبكده يبقى احنا اتكلمنا عن احتياطات التعامل مع الكهرباء. تعالى ناخد اسئله شامله على الجزء ده. بعد ما اتكلمنا عن احتياطات التعامل بالكهرباء، تعالوا ناخد بقى اسئله شامله على الجزء ده. اول حاجه بيقول لي اختر مما يلي: ملامسه الشراره الكهربيه تسبب الحروق او الحرائق او الصدمه الكهربيه والبراكين. حد هيقول لي الحروق هي الحرائق؟ لا طبعا، حروق اللي هي اصابه نسيج الجسم، معنى ان انا النسيج بتاعي اتصاب يبقى انا كده حصل لي حرق اللي هي الحروق، انما الحرائق مقصود بيها ان هي حصل ان يعني لا قدر الله بتولع. فهي ملامسه الشراره الكهربيه، لو جسمي اتلمس لاي شراره كهربيه هيسبب لي ايه؟ الحروق. جسم الانسان هو موصل جيد للكهرباء ولا موصل رديء للكهرباء ولا شبه موصل للكهرباء ولا شبه منفذ؟ انا جسم بتاعي قلت ان 70% من جسم الانسان بيحتوي على مياه، فبالتالي يعتبر جسم الانسان موصل جيد للكهرباء. تعتمد الصدمه الكهربيه على ايه؟ شده التيار فقط، الزمن فقط، او شده التيار والزمن، او الحراره؟ طبعا انا قلت ان الصدمه الكهربيه او الكهرباء اللي جسمي بيتعرض لها بتتاثر بحاجتين: بشده التيار اللي انا اتعرضت له، يعني انا اتكهربت من حاجه قويه ولا حاجه ضعيفه، يعني سلك شاحن كده يكون التيار بتاعه ضعيف ولا سلك غسالة طبعا كبير، والزمن اللي انا اتعرضت له للتيار، يعني وانس ان انا اتكهربت سبت الفيشة ولا لمستها بعض ثواني. فبالتالي ان تعتمد الصدمة الكهربية على عاملين هما شدة التيار والزمن. السؤال الرابع: مرور التيار الكهربي في جسم الانسان يؤدي الى حدوث حرائق كهربية، صدمة حرارية، أم صدمة كهربية؟ معنى أن التيار الكهربي يمر على جسمي، فده معناه أن أنا حصل لي صدمة كهربية. تسبب نقط تدمير الأنسجة في الجسم. مين اللي بتسبب تلف في النسيج أو أن أنا بيحصل لي ضمور في النسيج الجسم؟ هل ده معناه صدمة كهربية أو حرائق كهربية أم حروق كهربية أو مواد عازلة للكهرباء؟ معنى ان انا حصل لي تلف في النسيج بتاعي، ده كده معناه ان انا حصل لي حروق كهربيه. من امثله المواد الموصله للكهرباء: ماده موصله الكهرباء يعني جيده التوصيل الكهربائي، يبقى بتسمح لمرور التيار الكهربي فيها. فساعتها مين هم المواد دي؟ الخشب، النحاس، الستائر، ام السجاد؟ حد يقول ان الستائر والسجاد بيشتغلوا بيعملوا حروق كهربيه، هم مواد قابله للاشتعال، انما ما بقولش عليهم ان هم مواد جيده التوصيل الكهربائي. اما اللي بقول عليه مواد جيده التوصيل للكهرباء فهو النحاس، اما الخشب فهو ماده عازله للكهرباء. السقوط من فوق سلم، لو وقعت من فوق سلم، ده معناه ان انا حصل عندي اصابه مباشره بالكهرباء ولا اصابه حقيقيه ولا اصابه غير مباشره ام اصابه غير حقيقيه؟ انا قلت ان انا عندي نوعين من الاصابات، اما اصابه مباشره او اصابه غير مباشره، وانا قلت ان الاصابه المباشره ثلاث حاجات، هما الحروق الكهربيه او الحرائق او الصدمه الكهربيه. ولكن لو وقعت من فوق سلم وانا بتعامل مع بعض الادوات الكهربائيه فده اسمه اصابه غير مباشره بالكهرباء. السؤال الثامن بيقول: ادخال جسم معدني في القابس يؤدي لتعرض الجسم الى حروق كهربيه، حرائق كهربيه، ام صدمه كهربيه؟ لو دخلت اي جسم معدني في القابس او في الفيشه ده معناه ان انا هيحصل لي صدمه كهربيه. وبكده يبقى احنا النهارده اتكلمنا عن اخطار الكهرباء والاحتياطات في التعامل معها، ازاي اتعامل مع الكهرباء من غير ما تاذيني، وازاي ان انا اجيد التعامل في الكهرباء، يعني احافظ على كل الاجهزه عندي في البيت. والسلام عليكم، على السلامه.